السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نقوم بحل أسئلة 5-11 تحقق من تقدمك. اكتب كلمة واحدة تصف كل مما يأتي. الشيء الذي يدفع الكهرباء خلال الدائرة الكهربائية هو ماذا؟ هو البطارية. قوة دفع الكهرباء هو الجهد. سريان الكهرباء هو التيار الكهربائي. تيار الكهربائي. أي من هذه المواد قابلة للمغناطة وأيها غير قابلة للمغناطة؟ الخشب والبلاستيك غير قابلة، أما النحاس والفولاذ والألمنيوم والحديد فهي ماذا؟ قابلة. فهي قابلة. سمي المكونين للدائرة الكهربائية. لدينا المصباح والبطارية. المصباح والبطارية. سم نوعين للمغناطة. هي ماذا؟ حدوة الحصان والعصا. سم استخدامين للمغناطة في الصناعة. الآلات، الآلة الكهربائية والألعاب. في الدائرة الكهربائية، في هذه الدائرة الكهربائية ما وظيفة المكون المحدد له بالرمز ألف؟ وظيفته يتحكم في فتح وغلق الدائرة الكهربائية. إذا أضفت مصباحاً آخر مثبتاً على حامل هل تضيء المصابيح بالإشعاع أقل؟ طبعاً هنا إشعاع أقل، نكتب إشعاع أقل. الآن ننتقل إلى السؤال الخامس. هنا استخدم البطارية ذات 1.5 فولت مع طنان كهربائي ذات 3 فولت. هل يعمل الطنان الكهربائي؟ نعم، بسبب زيادة الفولت. أي من هذه الجمل صحيحة أم خاطئة؟ يجب أن لا يتدخل بتاتا في أي شيء في مقاس ذهب. طبعا هنا الإجابة صحيحة. مع السلامة أن تستخدم الجهاز الكهربائي داخل الحمام، طبعا هنا خطأ. يمكن لقياس المقبس الكهربائي في العديد من الأجهزة الكهربائية، طبعا هنا الإجابة صحيحة.
لماذا يساعد المغناطيس في التقاط الدبابيس؟ لأن المغناطيس ينجذب نحو المعدن. صف كيف يمكنك اختبار قوة المغناطة؟ طبعا هنا عن طريق وضع المشبك الورقي على الطرف صفر من مسطرتك، ثم وضع القطب الشمالي من المغناطيس واحد على طرف المقابل من مسطرتك، حرك المغناطيس ببطء نحو المشبك الورقي. طبعا عن طريق وضع المشبك الورقي على طرف صفر من مسطرتك، ثم وضع القطب الشمالي من المغناطيس واحد على طرف المقابل من مسطرتك.